الله الرحمن الرحيم. على موضوع الإشاعات اللي البارحة اللي صارت، موضوع أنه داعش قرب مطار أو قرب بغداد أو كذا، أنه إشاعات هذه وماكو أي جهة رسمية صرحت بهذا الموضوع. طبعا داعش بعيد عن بغداد، وداعش يحلم يوصل إلى بغداد، لأنه بغداد موجود الحمد لله وشكر الشعب البغدادي، المواطن البغدادي، ومثل ما تشوفون السيارات والعجلات اللي في بغداد موجودة. وانه بس اريد احكي على موضوع الامن، ان موضوع الامن هو مو فد شيء معضلة حتى احنا، او شيء مستحيل او معضلة حتى احنا انه نقول الامن ما يصير في بغداد. حقيقة انه احنا لو يكون تبديل القادة الامنيين، يكون تعاون ويا محافظة بغداد، لأنه إحنا نشوف ماكو أي تعاون ويا محافظة بغداد أو يا القيادة الأمنية، كل من يشتغل بصفحة وكل من يشتغل على حدة. لهذا السبب إنه الملف الأمني مدى يشتغل صحيح. تبديل القادة الأمنيين ضروري، لأنه دائما قائد عمليات بغداد حقيقة غير مؤهل لقيادة بغداد، وهذا نعاني به. قائد عمليات بغداد غير مؤهل لقيادة بغداد والملف الأمني، الرجل ما يشتغل صحيح. لهذا السبب انه هاي الإشاعات اللي تصير وتجي تقولون داعش في بغداد في بغداد، مثل ما تشوفون بغداد الحمد لله بشبابها برجالها بنسائها موجودين، والأمان الحمد لله والشكر. بس نكرر ونقول التبديل القادة الأمنيين ضروري. والله بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع الإشاعات اللي بالنسبة لسقوط مطار بغداد، أنا صار يومين أسمع. البارحة تابعت أكثر من قناة اللي هي الجزيرة والعربية، جاي أشوف محللين أمريكان جاي يسولفون بهذا الموضوع. يعني لحد الآن ما شفت أي محلل سياسي عراقي إجا وحكى بهذا الموضوع، مجرد بس الأمريكان وصلوا إجوا المطار بغداد وما نعرف شنو السالفة. فإحنا نطلب من ذول الساسة الأمريكان أن يحترمون الشعب العراقي ويحترمون الحكومة العراقية، ولا يظلون يبثون إشاعات. داعش ما إلى وجود، الله وكيلك، شغلة أمريكية، والحشد الشعبي ما شاء الله، والقوات الأمنية خلال يومين وراء فتوى السيد السيستاني وصلوا التكريت. ما نعرف فجأة، وإذا الطيارات الأمريكية تدخلت قامت تضرب أكثر من خطأ، يومية طالعين علينا خطأ خطأ خطأ، وضاربينهم القوات الأمنية، ضاربين الحشد الشعبي. يعني ملينا إحنا تشندوب. نطلب من الحكومة العراقية أن تمنع هاي الإشاعات، تمنع القنوات المغرضة مثل قناة الشرقية بس تسمع لها خبر، حتى إذا خبر كذب رأسا بثته على العالم. ما يصير، إحنا نطلب القنوات اللي المبغضة اللي تريد أذية الشعب أن توقفونها عند حدها. ما يصير يا قناة تجي وقامت تحشي بكيفها. فاللي نطلب من عندهم تركيز شوية يصير على الإعلام، تركيز على القادة الأمنيين، تركيز على الناس المحللين اللي تطلع يا اللي يجيب الدعاية. ما يصير هذا الحكي. احنا يعني مطار بغداد ما شاء الله لحد الآن احنا جايين خابر، اكو ناس عندنا موجودين بالزيدان ببو غريب بكل هاي المناطق بالتاجي، يعني شلون يطبون له؟ ما تقول لي شلون يطبون له مطار بغداد اذا هو ابو غريب كله جيش وحش الشعب، شنو يطاروا بالطياره ونزلوا مطار بغداد؟ هاي كل هالاشاعات هي مغرضه حتى اكو نفوس ضعفاء يخافون. فشلون دخلت امريكا علينا بهالاشاعات هاي؟ ودخلت امريكا، لا اكو داعش في البلد ولا اكو فتشي، بس احنا ان شاء الله متقدمين ومنتصرين، سلامه شعبنا، سلامه رجالنا الموجودين، وكل شيء ان شاء الله بكون على احسن ما يرام. بس الجهات الامنيه ان يشددون على الطرق، على الشاحنات، على هالشغلات. بس احنا الانفجارات هي المأذية لا اكثر ولا اقل، وداعش كلها كذوبه بكذوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفض الاشاعات التكفيريه والوهابيه الصهيونيه الامريكيه التي تبث يوميا وتقدم والتي يتقدم بها داعش، ولا وجود لداعش في العراق ولا في اي مكان، وهذه كلها اشاعات. ونرفض الاشاعات التي تبث على القنوات الفضائيه الصهيونيه، وننصح الشعب العراقي كافه
وجيشنا الأبطال وكافة الناس بأن يستمعوا إلى هذه القنوات التي تبث فقط الإشاعات على القنوات، وأن جيشنا منتصر إن شاء الله على الوهابية وعلى التكفيريين الذين يريدون الدمار بالعراق وشعبه، وهذا الشيء لا يصير إطلاقا، ونحن قادرون وشعبنا الأبطال والحشد الشعبي وجيوشنا المنتصرة إن شاء الله على داعش الوهابي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا بالنسبة للدعايات المغرضة والدعايات اللي وراها أهداف سياسية وغير سياسية إنه داعش دخل بغداد، وإذا قلنا يعني إذا ما داعش وصل بغداد على أطراف بغداد، طبعا هذه كذوبة قبل تكون دعاية، وهذا الشيء مو جديد على العراق اللي مر بكافة النكسات وكافة الأمور اللي ما تنحمد عقبها، لكن هذا الأمر غير واقعي. وإحنا من أهالي بغداد، وهسه أنا جيت من أكثر من منطقة، الأسواق عامرة والناس ماشية لأعمالها، والحمد لله والشكر البلاد والعباد بخير وسلامة. هذه الأمور ما ممكن إنه داعش وصل، جهود الناس الخيرة اللي جاي تقاتل الخطوط الأمامية والدعم، والأمور ماشية على قدم وساق.